لو الحكايه فيها ان فيتو ايه يا ابني اللي حصل فيك كده؟ برضه مش فاكر. انت مش كان ليك يا ابني خال اسمه محمد؟ انا ابني محمد. يا رب يا جدع ما تبقاش غبي. محمد ايه اللي حصل في وشك؟ يخرب بيت ابوك. تخيل انت بقى انت يعمل المصيبه السودا دي. تخيلها ان انا اتجوز. كنت ماشي في الشارع عادي جت واحده قدامي ما اقولكش بلاش حل. يا حول الله عملت كده بس انا حزين. انت مكاني هتعمل ايه؟ اخر الحريم سواد يا اخوي. طول عمرك نادم. انت لو كنت اتصلت بتجيجة موبيليل يا نادم كنت استشرتني لحسن. انت معفن وكنت خايف ان ادفعك حق الاشتراك. انا معايا فودافون اكلمك ازاي؟ فودافون يا لا دلوقتي اتصالات بتعمل كل حاجة يا راجل. ايوه يا غبي. طب انت اتجوزت ازاي؟ انا دخلت من باب الشقة بعد الشغل مباشرة لقيت حرمة. يا لهوي حرمة ناتنة كده اسألها احس ان عزم الخلفة وسواد الخلفة واللي بيحصل منها. انا دخلت من باب الشقة لقيت لك الحرمة واقفة زي العجل كده ولابسه الطرحه السودا كانها تقريبا كانت بتعز على بيوها. المهم انا دخلت ولقيت حتى 1 2 3 4 5 وعمال اتقسم. انت تطلع مش مهندس تبني لنا العماره بتاعتنا في فلسطين، وانت تطلع دكتور عشان تعالجني لما تجيب لي السكر، وانت تطلعي رئيسه وزراء. حاجه متجوز وزاره التربيه ده وزير التعليم العالي. هو الجواز عندنا في بلدنا كده هو ده سر بلدنا. طب انا فاهمك.